ابو عرب صار بالحارة اكيد. شو؟ اي والله. مالك فوتي لهون على الحارة، لا انت ولا اللي معك. اسمع يا ابو ضاي، لا انت ولا ادخن واحد بهالحارة يمنعني من فوتي على بيتي. الي تضيع ما تلتقي. لو زمان الامر ما بان يا ابو عرب، شايفك عنا بالحارة خير. بدي فوت على بيتي، بتمنعني عقيد؟ مو انا اللي بمنعك، معاملتك لأهل الحارة اللي صار لك بيت فيها هي اللي بتمنع. على كل الاحوال الايام بيناتنا. وهلا شو بدك ابو عرب؟ بدي فوت على بيتي، وبدك تبعت بعم مني واحد يدلني عليه، ما بعرفه. ابو العز امور خال، خذوا لابو عرب دله على بيت عمته لابو النار، وبطريقك دله على المضافه تبع الحاره كمان. لعيونك خالي شري دستور. زين ما فعلت عقيد؟ فعلا زين ما فعلت. شرفوا على المضافة سيدي، شرفوا. كله من ابو النار، هل ما كان يكبر عاله ويبيع بيته لواحد من اهل الحارة؟ لك اخي بيته هو حرفي، شو اللي عنده شيء؟ يضرب هو وبيته سوا، إيه كانت باطلة ومحولة لما واحد من حارتنا جوز عمة ابو النار. يا عقيد، شو حلتها هلا؟ ابو عرب اتركوه يفوت ويطلع على الحارة ايمتى ما بده. بس هذا ابو النار دباره عندي. ابو عرب طلع لبرات الحارة عقيد. علي، روح جيب ضيافة للشباب. امركم على مين؟ لك حمدية؟ روح عندي. ايوه لك يا شباب. طيبك الدكا؟ اهلين عقيد، اهلين، زارتنا البركه. تفضل تفضل فوت شري. ما بدي شري، بتروح له عند ابو النار. ايوه بتقول له ابو عرب ما عجبه البيت لا من قريب ولا من بعيد، قل له محفر مثل وشك ما عجبه، بعدين في طاقه هالقد بيمرق قديش منا لعند الجيران. ايش هيك؟ لا هيك هذا الصائق بتزت له ياب خلقته. ايوه سلام. الله معك، الله معك يا عقيد. لا ابو الحكام، ليش هيك عمل للبيت ولا؟ مو انا عقيد. لك شغال مين عمل فيه هيك؟ مين خربه؟ لك ما لقيتوا انتوا تعملوا غير مع هذا ابو الطبائر. ابو غالب هو اللي جابه، انا ما كنت عرفان انه عم يكذب علينا مشان ياكل ويشرب على حسابنا يا عقيد. الله يوفقك انت وياه. لك كيف اللي بيسلمك مفتاح بيته؟ هيك بتساوي فيه؟ هو لعب بعقلي وطمعني بالذهب يا عقيد. لعب بعقلك وطمعك بالذهب؟ اه؟ لك انت ما بتفهم لحتى ابو الطماير وابو غالب يلعبوا بعقلك وطمعوك بالذهب، وكل الناس بتعرف ابو الطماير دجال وكسان. ابو غالب هو اللي جابه يا عقيد. وين ابو غالب هلا؟ هلا مو بالبيت. بس روح بتجيب لي اياه. شو بدك تكون الارض بركته؟ بتجيبه من تحت الارض، انت بتفهم؟ روح. امرك عقيد. روح. الله يسود وشك انت وياه. سودتوا لي وشي مع ابو عرب. هيك لك قلت لي فت لعنده وما حاكوه. ايه فتت وطلعت، ما حدا استرجى يتنفس بكلمة، وبدي فوت واطلع على كيفي واتمردح واتصرمع، مين إله علي؟ ايه بس أنا ما كنت مفكر يصير هيك شيء أبدا. وشو كنت مفكر سيد حمدي؟ عقيد أنت كان لازم ما تفوت لحالك على حارته. شو قصدك؟ يعني أنا مالي كفو فوت عليهم لحالي؟ لا معاذ الله، ما حكيت هيك أنا، أنا عم أقول كان لازم تفوت الفوتة اللي كنت عم تخطط لها، فوتة لرد الاعتبار والانتقام لابنك عربي اللي قتلوه عندهم بحارته. هي لسه ما اجى اوانا. ما راح اوانا وخلاص، هي فتت وما حكوك، وانت ما حكيت قصة ابنك عربي. لا تحمل لك لسه ما اجى اوانا، خلصت حمدي بقى. لك ما لقيت غير ابو الصبايا ساخذون عندي على البيت. مش وقت ابو الطبايا عقلي. لك خلص كسر كمان. خلص والله ما عاد ايدها. شو اخذته مشان الذهب؟ ايوه مشان الذهب عقلي. شو بدك تعمل بالذهب؟ بدي اشارك انا وبالحكم فيهم عقلي. شارك انت وبالحكم فيهم؟ سامحنا يا عقيد. خلص خلص. لك انا شو بدي سامحك؟ هيك اللي بيعطيك مفتاح بيته بتخونه؟ يضرب الطمع وساعده يا عقيد. يضرب الطمع وساعده، الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم. لك شو بدي اعمل بحالي؟ لك اذا اعرف الناس اللي بالحارة عم يخونوني، لك قلبي هيك بقول الله اللي يعني ابو شهاب من حارته.
يعني إذا الله راد وأخذ لك ابنك عربي، شو لك لعرفتك لتبعتها لعند أبوها؟ لك شو زنبا المسكينة تنسع لها فوز على يعني فوق الأسى أسى يا أبو عرب؟ لك حرمتك من أصبر الناس عليك وعلى أطباعك القاسية، وما أنا صابر عليك. أهرت يا أبو عرب، أهرت أهرت أهرت. أهلين أبو عرب. أهلين عم. أنا جاي لعندك مشان حبيبتي. طلبك مجاب. أنا لما عطيتك بنتي ما عطيتك إياها لترجع لعندي، أنت غالي على قلبي يا صبري. الله يجبر خاطرك. وأنا رح أرجع لك إياها بنفسي. شرف. تعال. كتي. اسخي اسخي. سلم. تفضل ابن عمي. الله يزيد فضلك. تفضل. شبكي شريفة؟ شبكي اليوم شايفك مو على بعضك؟ بدي اقول لك خبر بس ان شاء الله يعجبك. خير. امبارحة اهله لمسلم اجوا لعنا على البيت. ايه شو يعني؟ خطبوا اختي مطيعة. شلون؟ زعلت ما؟ يبعت لي حمى مشان الله لا تزعل ابن عمي. ابوكي وافى؟ ايه ما هو اللي قاله لمسلم يبعت اهله لعنا على البيت. تقبل الله يا عمو. صالح الاعمال. تفضل يا عمو. شو ها؟ هدول حصه اخواتي من شغل الدكان. بس اقلال يا عمو. والله يا عمو هذا اللي طلعته الدكاني. يا عمو ليش ما بتعمل دفتر وبتسجل عليه مشان ما تاكل حق اخواتك البنات؟ انا عم اقول لحالي يا عمو يعني هن ليش يشاركوني تعبي؟ ليش ما بعطي كل وحده منهم اجره مقطوعه؟ هذا الشغل مزبوط يا عمو. عصام بيعطيهم حصتهم من اجره الدكانه. يا مو روحوا اسالوا الشيخ عبد العليم وشو بيقلكن امشوا عليه. كمان راي امك مزبوط. اخي انا ما عندي مانع، المهم لا انا اكل حق اخواتي ولا هن ياكلوا تعبي. لكن اتكلوا على الله وروحوا اسالوا الشيخ يا مو. امرك يا مو. امشي يا عصام امشي. الله يرضى عليكم يا حق. من مده تلاسلوا شوي بالقهوه. بس ابو قاسم اشهد بالله ما كان بنيته يزعله لابو حاتم، بس يعني حسبها شوية غلط لحتى وصلت معه لهالمواصيل هي. خدوا عين ابو بشير، خدوا عين محلولة. ما تأكيد يا عبدو. يلا معلمي جهزت. لا يا عبدو. يلا حبيبي جاي جاي. مرحبا ابو قاسم. اهلين اخي وشهاب، تفضل. الله يزيد فضلك يا رب، ما جاي اقعد. ما يسخ لي اخي، فوت عمل لك تمين. بكره اخي بكره، بس تسكر الحمام وتخلص، مر لعندي على البيت عايزك. خير اخي. بس تجي لعندي بنحكي. ايه بامرك. طال عمرك. يلا خاطر. طال حمام هنا. شرف علمين. يسلموا. هذا اللي كان ناقص، جيب القهوة زير عديلة. يا اخي. مسلم ربيان عند عمي ابو حاتم بالقهوه وشغيل عنده من لما كان صغير، بيعرف اخلاقه وامانته، شو فيها اذا جوزوا وحده من بناته؟ لسه بيقول لي شو فيها؟ خلينا نحسبها بالعقل. عبده بيشتغل عندك بالحمام، انت ما بتعرف كل شيء عنه؟ لكن شو؟ بس لا تشبه عبده بمسلم، عبده رجال قبضاي وانا مأمن له بالحمام كله، وبعرفه وبعرف داخليته منيح كمان.
وعمي ابو حاتم مثله مأمنه على القهوه وبيعرف كل شيء عنه. بعدين هو ادرى بمصلحه بنته. لا لا لا، انا ما رضيان منوب حدا يكون عديلك، لا مسلم ولا عبده كمان. والله هالشغله يا ابو قاسم لا انا ولا انت إلنا حق نتدخل فيها. البنت إلى اب وهو ولي امرها. يعني نرضى يجوز بنته لاجيره اخي؟ اذا انا بذات نفسي مالي زعلان انه مسلم يصير عديلي ولا حتى عبده كمان. والله ما بعرف شلون انتم بتفكروا، ان كان انت ولا ابو حاتم كل تفكيركم غلط بغلط. روق ابو قاسم، روق وجيب الشغله من ناحك وفكر فيها منيح، بتلاقيها مو غلط. شلون يعني مو غلط؟ فهمني يا اخي. اذا انت عندك بنت وجوزتها لرجال بتعرفه ومربي، مو احسن ما تجوزها لواحد ما بتعرف قرعه ابوه منين يتمقطع لك فيها؟ هو مزبوط، يعني مسلم شاب ادمي وعنده اخلاق، بس انه يكون عديله اخي ما عم تبلع معي. مي وارده؟ مي وارده اخي؟ الى وارده. خلصنا بقى ابو قاسي. اي والله لو كان عندي بنت لجوزها لمسلم. والله يا اخي انا من شان ما حدا يقلل من ادرك قدام الناس ويجيب معدلك. ادري وادرك كل الناس بتعرفه، وما حدا بيسترجي يجيب معدلنا ويقلل قيمتنا الا مشان العاطل بين الناس لا سمح الله. ما هيك اخي؟ يلا يلا